السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترة، اخباركم ايه؟ معاكم الدكتورة هنادي القط. بسم الله نبدأ. اخر محاضرة اتكلمنا فيها ابتدينا في الكومبلمنت سيستم، تمام؟ قلنا اصل التسمية والعلماء عملوا ايه عشان يتعرفوا على الكومبلمنت سيستم، وحكينا في الموضوع ده، وقلنا ان احنا عندنا ثلاثة باث ويز. يعني ايه ثلاثة باث ويز؟ يعني ثلاث طرق اقدر اكتف بيهم الكومبلمنت سيستم، تمام، عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها، اللي هو ايه؟ ان هو يخلص لي الاكشن بقى بتاع كل الحاجات اللي هتتم، تمام كده. دخل لي مثلا باثوجين، دخل لي اورجانيزم، مايكرو اورجانيزم، ايا كان بقى، بكتيريا، فيروس، فانجل، ايا كان الكلام ده، فانا محتاجه حاجه تنهي لي عليه، تمام. واحنا عرفنا سبب تسميته طبعا، ان هو اتسمى كومبلمنت عشان هو كان بيكمل الشغل بتاع الايه؟ الانتي بودي. وهنتعرض للنقطه دي النهارده في الباثوي الثالث. طيب احنا خدنا باثوي الاولاني اللي هو الترناتيف، صح كده؟ طيب وانا قلت لكم انا ليه ابتديت بالالترناتيف، مع ان هو على عكس الترتيب في الكتب وفي المراجع، بس انا ابتديت بيه لان هو اسرع، تمام كده؟ يعني هو تبع الانيت اميونيتي، واحنا عارفين ان الانيت اسرع واسهل من الادابتيف اللي هي الاكوايرد اميونيتي. حاجه بتيجي بسرعه، بتخلصني من الحوار بسرعه، وكفاءة برضو. يعني مش معنى ان هي بتيجي بسرعة ان هي ما بتأديش الكفاءة المطلوبة منها او العمل اللي مطلوب منها، لا بتأديه، بس بتاخد وقت اقل، فبتنجزني في بعض الامور. طيب وحكينا ان احنا عندنا الكومبلمنت كومبوننت، ان احنا عندنا من 1 لـ9، حلو كده. طيب وقلت لك ان انا عندي من 2 لـ5، 2 3، C2 C3 C4 C5، عشان يحصل لهم اكتيفيشن لازم يحصل لهم ايه؟ كليفج او سبليت، تمام، ان هم ينقسموا لفراجمنت صغيره وفراجمنت كبيره، صح كده، اللي هي ايه والبي. البي بستخدمها معايا في الباث ويز، والاي قلت لك المره اللي فاتت بنرميها في السيركيوليشن. بس هل احنا بنرميها وخلاص؟ يعني هي ملهاش لازمه؟ لا، ربنا ما بيخلقش حاجه ملهاش لازمه، حتى لو احنا ما عرفناش الحكمه اللي من وراها، بس هي ليها لازمه، تمام. عقلنا محدود بقى، مش هنقدر نقول اكتر من كده. طيب عرفنا ان العيله زي ما فيها شباب مجانين عايزين يتخانقوا، اي حد يحك مناخيره يتخانق معاه، فيها ناس كبيره عقله، صح كده، اللي هم بيعملوا ريجيليشن للكومبلمنت ايه سيستم، حلو. وفي الالترناتيف باثوي قلت لكم الجسم بيفرق بين، هل يا ترى السي 3 بي، فاكرين الواد اللي انا قلت لكم احنا عندنا 2، عندنا C3B، تمام كده، ده اللي هو البلطجي، قلت لكم المره اللي فاتت الواد اللي هو لو احتاجته هوب يلبس الفانله والتيشيرت الفانله والبنطلون والشبشب ويجري وراك على طول، صح كده. بس قلت لك في واحد تاني لو جه يبقى هتخرب، اللي هو مين؟ اللي هو C5B، صح كده. اتكلمنا على ده وعلى ده. طيب وفهمتك الجسم كان بيميز ازاي ان C3B عمال ينقسم على نفسه، ولا فعلا في مشكله. كان جه الراجل الكبارة بتاع المره اللي فاتت اللي اسمه ايه، البروباردين، تمام. لما جه البروباردين ومسك في C3B قال للجسم ايه؟ ستوب، احنا في مشكله. بقول لك يا اخي انا شفته وهو بيضربه، فاكرين المثال بتاع المره اللي فاتت؟ طب انا ليه بعيد المقدمه دي من احنا قلناها؟ عشان اربط لك بين الالترناتيف باث ويز والباث ويز الباقيه، تمام كده. طيب يبقى كده احنا خلصنا الالترناتيف. تعالى بقى لتاني باث واي، واول باث واي معانا النهارده في المحاضره اللي هو الليكتين باث واي. طب انا اخترت الليكتين ليه؟ لانه تبع الانيت برضو. الله، يعني انت قصدك ان الاثنين دول تبع الانيت؟ اه. طب ليه ما قلتيش الليكتين الاول؟ ادام الاثنين تبع الانيت وبيجوا بسرعه. الليكتين تبع الانيت اه، لكنه مش بيجي بسرعه زي ما انت فاكر زي الالترناتيف، بياخد له ايام، تمام كده؟ طبعا يعني بنتدرج كده، الالترناتيف يجي بسرعه، الليكتين يجي خلال ايام، او تتم الاكتيفيشن والحوار كله يتم خلال ايام. هتيجي عند الكلاسيك هتلاقي الموضوع اقل حاجه اسبوع فما فوق، تمام. طيب يبقى اسرعهم الالترناتيف يليه الليكتين. ايه حوار الليكتين ده بقى؟ ايه وماله الليكتين ومال الحوار بتاعنا؟ الليكتين ده عباره عن بلازما بروتين، حلو كده، مش انتي بادي، لا، بس هو بلازما بروتين بيطلع اساسا من الليفر، حلو، بيكون موجود بمودريت كونسنتريشن، يعني الكونسنتريشن بتاعه بيكون متوسط كده، فين؟ في البلد والتيشو. طب حلو، تمام، يعني هو الليكتين ده بيطلع اساسا، ده بلازما بروتين تطلع من الليفر،
تمام، موجوده في البلد وفي التيشو. حلو تمام، يعني سواح هنا تلاقيه وهنا تلاقيه، تمام كده. بس الليكتين ده صاحب مزاج قوي، ماله ما يتلمش على اي حاجه. بمعنى ايه؟ يعني تيجي تحط له اي اكل يقول لك لا بص انا احب الحلويات، الحلويات اه، يقول لك احب السكر قوي، اي حاجه فيها سكر اديني ايه وانا مش هقول حاجه، تمام. طب ايه اكتر سكر هو بيحبه؟ الليكتين اسمه المنوز، طبعا الكربوهيدرات طبعا، تمام. انتوا ناس دارسين بايو كيمستري اشطر مني. طيب يبقى هو بيحب السكر اللي اسمه المنوز. دلوقتي في سؤالين، تمام كده، واحد قاعد يسال يقول لك ايه، احنا عارفين ان هو المنوز، بس هل يا ترى هو ما بيمسكش الا في المنوز بس؟ بص بقى، في بعض المعلومات لما بنيجي نقولها في الجامعه او في المحاضره او في اي حته، بنقول لك الاكثر شيوعا، الاكثر انتشارا، وبنراعي في بعض الاحيان ان انت لسه طالب اندر، تمام كده، يعني ما تخرجتش ما مسكتش مراجع وي وي. طيب فهل يا ترى السؤال دلوقتي هو الليكتين ده ما بيقدرش يمسك الا في المنوز؟ لا، يقدر يمسك في حاجات تانية، بس احنا بنقول لك الاشهر اللي تم التعارف عليه، يعني عرفنا الليكتين لما لقيناه بيمسك الايه؟ المنوز. بس ممكن يمسك الدي جلوكوز، الان استيل جلوكوزامايد، اللي هو ال فكوز، تمام؟ يقدر يمسك في الحاجات دي كلها، بس الاصل عندنا ان احنا تعرفنا عليه ان هو بيمسك الايه؟ المنوز، ما كل اللي قلت لك عليه سكريات. طيب ده الشق الاول من السؤال، ان هو يقدر يمسك ان اديشن تو منوز، بالاضافه للمنوز الحاجات اللي انا قلت لك عليها. السؤال برضو، طب ما انا عندي كربوهيدرات في السيلز بتاعتي والتيشوز، ليه الليكتين مش هيجي يمسك فيها؟ ده تبقى مدعكه بقى ونخش في اورتو اميون وتبقى مصيبه سود. لا ما تقلقش، الليكتين بيميز كويس قوي قوي بين المنوز وبقيه الكربوهيدرات اللي احنا قلنا عليها بتاعه الباثوجين عنك انت. يمسك في المنوز والكربوهيدرات اللي احنا قلنا عليها بتاعه الباثوجين، لكن ما بيمسكش في الايه؟ في الهيلث هيومن سيلز او التيشوز، تمام؟ عشان لو بس ايه مخك وزك كده وانت بتسمع. حلو، جه عمك الليكتين ده لقى المنوس مسك فيه، قال لك ما شاء الله طبق حلويات، واداها بقى لما ايه؟ قال يا بس، بس الليكتين ده مخلص قوي. مخلص لمين؟ مخلص لواحد صاحبه، تمام كده؟ من عيله اسمها سرين بروتياز فاميلي، تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت قصدك لما تقولي لي ان الليكتين مسك في المنوز، الليكتين باصه ايه مش هيبتدي؟ لا ازاي؟ لا ما انا عندي الطرفين، عندي الليكتين وعندي المنوز، ازاي الباصه ايه ما يبتديش؟ هو كده زي بالظبط ما كان عندي في الالترنيت في السي 3 بي، وكان ماسك ليه في السيرفيس بتاع الباثوجين، ليه ما ابتداش؟ لان انا عندي في ريجوليشن، في كومبلمنت ريجوليتورز، تمام، واقفه تقول لا انت ما تمسكش، انت ما تشتغلش الا لو في ايه؟ لو في مشكله حقيقيه. كان البطل عندي في الالترناتيف باس واي البروباردين، هو اللي مشال الدنيا، تمام كده، هو اللي عمل تريجر تو، اللي هو ادى للاكتيفيشن بتاع الالترناتيف باس واي. طب ما انا عندي فيه هنا بطل برضه، اللي هو مين؟ اللي هو السرين بروتياز فاميلي، اللي هو ام اس بي 1 2 3 واشهرهم 2. حلو، يبقى يجي دلوقتي بص بقى الام بي ال اللي هي المنوز بايندنج ليكتين اسوشيتد سرين بروتياز، يعملوا مع بعض كومبلكس. حلو كده، بس جو اون بقى يا صاحبي، شد بقى وابتدي اعمل الايه؟ الاكتيفيشن بتاع الليكتين باث واي. الحاجات اللي فاتت دي انت بتتعلم منها ان مفيش حد بيعمل حاجه لوحده، ولو بتعمل حاجه لوحدك مش هتوصل للنجاح اللي انت تتمناه الا بمساعده الاخرين، تمام. الالترناتيف يحتاج مساعده البروبردين عشان الكومبلمنت ريجوليترز ما يكسرلوش الدنيا، تمام. الليكتين هنا مع انه مسك في المنوز الا انه احتاج السرين بروتياز فاميلي يمسكوا معاه عشان يعملوا كومبلكس، عشان يقدر يعمل ايه؟ يقدروا يعملوا تريجر تو ليكتين باث واي اكتيفيشن، او يعملوا اكتيفيشن للليكتين باث واي. حلو حلو، مهم جدا ان انت تبقى عارف هي ابتدت ازاي، لان الثلاثه باث وايز بيختلفوا عن بعض في البدايات، زي احنا كده كبني ادمين نختلف في البدايات لكن بنتشابه في النهايات، صح كده؟ ازاي؟ او بتبقى النهايه واحده، كلنا نتخطب صح؟ وفرح ونتدلع، وبتنتهي بايه؟ برافو عليك، محكمه الاسره. هو نفس النظام هنا برضو كده، كل البدايات مختلفه
الخطوبات مختلفه، بس ما شاء الله بيجمعهم الماك اللي هو محكمه الاسر، كلهم بيتقابلوا هنا. حلو. طيب يبقى انت عندك دلوقتي ليكتين باسوي، الليكتين يحب المنوز، وتبقى عندك خلفيه عشان لو مسكت مرجع مثلا لا قدر الله ولا حاجه، وقريت ان هو ممكن يمسك في الدي جلوكوز مش عارفه ايه في الحاجات اللي انا قلت لك، يبقى عندك خلفيه ان هو مش حصري للمنوز بس، وبقى عندك خلفيه ان هو مش بيهاجم السيلز بتاعتي حتى لو فيها الكربوهيدرات، بس هو مش بيهاجمها لان هو بيتعرف على الكربوهيدرات اللي موجوده في السيرفس بتاع الباثوجين مش عندي انا. تمام. طيب خلاص عملنا الكومبلكس ده يا سيدي. حلو. امشي لي بقى بالترتيب بتاع المره اللي فاتت، وما تسمعش المحاضره دي لما تكون سامع المحاضره بتاعت المره اللي فاتت، لان انا في حاجات هقولها بتترتب على محاضره الايه المره اللي فاتت. ده اني عرفت اكمل محاضره وانا حاسه مش قادر اخد نفسي اصلا. ما علينا. طيب الام ايه اس بي اللي هو منوز بايندينج ليكتين اسوشيتد سيرين بروتيز يستدعوا مين؟ فاكر الالترناتيف؟ ها ملناش دعوه بقى بالالترناتيف، احنا لسه هنوصل للالترناتيف. ده يستدعي لي السي 4. سي 4 سي 4. طب وبعدين السي 4 لما تيجي، يعني انت قصدك ان الكومبلكس ده بيشتغل كانزيم ان هو بيساعد لي ان يجي السي 4 ويحصل له كليفج لسي 4 ايه وارميه في السيركيوليشن وسي 4 بي اكمل بالشغل بتاعي. اه. طب والسي 4 بي يعمل ايه؟ يناديني مين؟ يناديني السي 2. يجي السي 2 نفس النظام ينقسم لسي 2 ايه وسي 2 بي. حلو كده لحد هنا كده زي الفل. طيب اخد بقى السي 4 بي والسي 2 بي عشان يعملوا لي ايه؟ عشان يجيبوا لي، فاكرين الواد البلطجي بتاعنا ده؟ فده اسميه سي 3 كونفرتيز، يعني ده اللي هيجيب لي السي 3 ويخليه ينقسم لسي 3 ايه وسي 3 بي. طيب انا لو وصلت للسي 3 بي الموضوع بقى صعب؟ لا خالص، دخلنا على النهايات خلاص اللي هي متشابهه. جالي السي 3 بي بقى عندي سي 4 بي سي 2 بي سي 3 بي، بسميهم على بعض سي 5 كونفرتيز. تمام كده؟ ده ينادي لي مين؟ السي 5. طب لو جه السي 5 الواد المسجل خطر بقى، ايه اللي هيتم؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه ازاي؟ ده السي 5 هيجي هيحصل له كليفج السي 5 ايه ارميه في السيركيوليشن. تمام كده؟ والسي 5 بي، السي 5 بي يجيب لي بقى 6 7 8 9. طب ودول يعملوا ايه؟ يتجمعوا على السيل ميمبرين. تمام؟ السي 5 بي 6 7 8 يعملوا كده زي الدعامه على السيل ميمبرين بتاع الباثوجين. تمام؟ ويجي السي 9 يروح خارم الايه؟ السيل ميمبرين. طب هو السيل ميمبرين لو اتخرم بتاع الباثوجين اللي عندك اتبقى باثوجين خلاص؟ لا خلاص، لو بكتيريا شربت ميه فرقعت خلاص انتهى الموضوع. تمام؟ يبقى خلصنا على الحوار. وطبعا سمينا السي 5 بي 6 7 8 9 اسمه ايه؟ الماك ممبرين اتاك كومبلكس. تمام؟ ادي كده الليكتين باثوي انتهى. حلو؟ عرفنا ان هو عشان يكمل لازم يحصل كومبلكس مع الايه؟ او يحصل له اسوشيتد بالسيرين بروتيز. تمام؟ وبعد كده يجيب السي 4. سي 4 هيجيب السي 2. تمام؟ السي 4 والسي 2 بي هيجيبوا لي سي 3 بي. تمام؟ سي 3 بي معاهم يجيب لي سي 5 بي، وبعد كده سي 5 بي يجيب لي الباقي كله ويعملوا لي الايه؟ الماك اللي هو الممبرين اتاك كومبلكس. حلو؟ طيب يبقى انا عندي الالترناتيف والليكتين باثوي الاثنين تبع الانيت، لكن الاسرع الالترناتيف. تمام؟ الاقل سرعه شويه الليكتين. تعالى بقى نشوف البطيء. تمام؟ اه بطيء بس قوي. تمام؟ يعني مش معنى ان انا جيت متاخر ان انا مش هلحق، لا ده انت ممكن تيجي متاخر وتثبت نفسك قبل ناس جايه بدري من زمان، صح كده؟ فالعبره مش ان انا اجي متاخر او بدري في بعض الامور، تمام؟ العبره ان انا اجي اقدم اللي عليا. حلو؟ لما احتاجنا السرعه لجانا للالترناتيف، لما احتاجنا بين البنين لجانا للليكتين. طب لما احتاجنا بقى نهدى ونفكر ولقينا الحوار كبير، مش لازم نهدى على نفسنا كده ونجهز؟ اهو الكلاسيك باث واي ده هو ده الكلام بالظبط، اللي هو ان احنا نهدى. ليه نهدى؟ لان انا هنا بعتمد على الانتي بادي، وعشان الانتي بادي يجي ده مش بمزاجي، ده انا كده نقلت لمرحله ثانيه
اسمها الادابتيف اميونيتي. انا كإنيت فشلت في الشغل تمام، او ما نجحتش او ما قدرتش اخلص الجسم من الباثوجين اللي داخل ده او المايكرو اورجانيزم ده، فاللي ملوش كبير بيشتريله كبير، صح كده؟ فلجأت للاكواير، للادابتيف اميونيتي، للسبيسيفيك اميونيتي. وضحنا كل المسميات دي معناها ايه. استنيت لما الانتي بادي تكون، يعني اتليست ويك، يعني اقل حاجه اسبوع تمام، اذا ما كانش اسبوعين مثلا عبال ما الانتي بادي يتكون ويجيلي. جه الانتي بادي ده له قتال قتله، وله ماشي بسنجه في الشارع، وله ماشي يقطع الناس، ولا اي حاجه. ده سياسي بحت تمام كده. ياخد عينك وانت واقف بالسياسه، ولا يمد ايده ولا يقتل ولا يعمل اي حاجه تمام. طيب جه الانتي بادي مسك في الانتيجين تمام، وهنعرف بعد كده ان الانتي بادي مش كله بيمسك في الانتيجين كله، ده هي حتة بتمسك كده تمام. طيب بس احنا بنقول مجازا ان الانتي بادي مسك في الانتيجين، حلو كده. زنقهم في حتة كده ليه؟ مستني مين؟ احنا داخلين خناقة تمام كده، والناس كتيرة. جه الانتي بادي راح لممهم في حتة على جنب، خلاص يا جماعة صلى على النبي ومش عارف ايه ابصر ايه. هو بيلمهم محبة فيهم؟ لا، ده هو مستني المدد بقيه العيله بتاعتنا لما تيجي عشان تخلص عليهم. هو ده اللي بيعمل الانتي بادي تمام. فضل ماسك الانتيجينز ومجمعهم في حته كده تمام، لحد ما يجي الكومبلمنت. ها يعمل ايه؟ يكمبليت الاكشن بتاع الانتي بادي. ومن هنا جت تسميه الكومبلمنت لما قلناها تمام. يبقى ده الباسوي الوحيد اللي بيعتمد على وجود الانتي بادي، الاثنين التانيين لا. طيب جه الانتي بادي مسك في الانتيجين، حلو كده. هنبتدي بايه بقى؟ فاكر انا قلت لك ان السي 2 3 4 5 لازم عشان يحصل لهم اكتيفيشن ينقصوا. عندك 6 7 8 9 لا، هيجوا زي ما هم كده بعبلهم يخلصوا الدنيا. طيب السي 1 بقى فين؟ السي 1 من الحوارات اللي احنا عمالين نحكي فيها دي. بص بقى، السي 1 بيكون موجود على هيئه 3 قطع، 3 فراجمنت، سي 1 كيو، سي 1 ار، سي 1 اس، حلو كده. طيب دول على عكس اللي احنا قلناهم تماما. انا ما رضيتش اقولهم لك المره اللي فاتت عشان ما تتلخبطش، فقلت اقول لك كل واحد في الباسوي الخاص بيه عشان تميزه بالباسوي بتاعه. طيب السي 1 دول ثلاث قطع، طول ما هم منفصلين انا في مأمن من شرهم. ازاي الكلام ده عكس الكلام اللي فات؟ بالظبط كده عكسه. السي 1 ثلاث قطع، طول ما هما سيبريت منفصلين عن بعض انا في مأمن. زي مين؟ واحد فيكو عنده ثلاث اخوات بنات تمام كده. طب حلو قوي، بيبص لامك تمام كده، اتصلت باختك الكبيره وقالت لها يا بنتي انا قاعده لوحدي، طب تعالي اقعدي معايا شويه. البت ما كدبتش خبر، هوب نطت في الاسدال وجابت عيله وجت. طبعا انت حط ايدك على قلبك، يا ساتر رب، اختي الكبيره جت بعيالها تمام. طيب شوية واختك الكبيرة، ركز معايا مش امك بقى، اختك الكبيرة اتصلت باختك الوسطانية قالت لها انت قاعدة بتعملي ايه؟ ده انا قاعدة مع ماما والقعدة حلوة قوي. قالت لها خمس دقايق واكون عندك. نطت في الاسدالة التانية وجات وجابت عيالها. طبعا انت كده خلاص وصلت لمرحلة الدمار. اختك الوسطانية اتصلت بالصغيرة وقالت لها انت سايبانا قاعدين، ده القعدة ما اقولكيش. جات التانية بعيالها. تخيل بقى لما عيال اخواتك التلاتة يتجمعوا، ده دمار شامل تمام. هو كده بالظبط، طول ما اخواتك كل واحده فيهم في بيتها الدنيا فل، 100 فل و10، ده ابوهم يستحمل قرفه. جم عندكم بقى عين الثلاثه واتجمعوا، يا ساتر يا رب، انت خلاص كده حجيت من البيت. هو السي 1 افتكروا بالمثال ده، ثلاثه فراجمنت كيو ار اس، طول ما هم منفصلين ان اكتف انا في مأمن من شرهم. لكن امتى بقى يبقوا اكتف؟ لما يتجمعوا مع بعض. وده عكس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت كله والمره دي كمان. طيب حلو، يجي الانتيجين والانتي بادي كومبلكس اللي هم بنسميهم اميون كومبلكس، يعني انتي بادي مسك في الانتيجين. يجي لك بقى بص، شايف الانتي بادي؟ طبعا رسم ايه كروكي كده الانتي بادي، ادي الاف سي بورش، ده الحته اللي احنا هنمسك فيها. احنا مالناش دعوه هنا، هنا بيمسك الانتيجين الكابز اوف انتيجين، ما ماليش دعوه بالكلام ده. انا دلوقتي عندي الانتي بادي ماسك في الانتيجين اهو، حلو. اول بقى ما السي 1 كيو، سي 1 كيو اختك الكبيره
اول ما تلاقي المنظر ده تمام تروح امك عامله ايه؟ ماسكه التليفون تكلمها. هي مش لما مسكت التليفون عملت كونفيرميشن تشينج في البايندنج سايت، عملت تغيير في الاف سي بورشن في الحته دي تمام، قامت روقت عشان اختك تيجي. اهو كده بالظبط الانتيجين انتي بادي كومبلكس، الحته دي ابتدى يحصل فيها كونفيرميشن تشينج تمام، عشان يتلائم ويعرف يمسك مع السي 1 كيو، والسي 1 كيو ما كدبش خبر، اول ما لقى المنظر ده راح يمسك. يسكت ابدا؟ ما يسكتش. ها يشتغل ايه؟ كمحفز او انزيمز او برو انزيم، يروح منادي السي 1 ار. طب السي 1 ار يسكت؟ يروح جايب السي 1 اس ونعمل كومبلكس. حلو كده؟ يبقى انا عندي الانتيجين انتي بادي كومبلكس اللي هو الاميون كومبلكس تمام. سي 1 كيو شاف المنظر ده قال لك ما بدهاش، راح مسك، لان ليه ريسبتور يقدر يمسك في الحته بتاعه الاف سي بورشن بتاع الانتي بادي، مسك بس ما سكتش. بقى قال لك انا لوحدي ايد لوحديها ما تسقفش، انا مش مبسوط، ده لازم اخواتي يجوا ونكسر البيت ونبهدل الدنيا كلها ومحدش عارف يقعد مننا. ناديت اختها الوسطانيه، واختها الوسطانيه جابت اختها الاخير، بقينا سي 1 كيو ار، عملنا كومبلكس مع الكومبلكس اصلا اللي موجود اللي هو الاميون كومبلكس تمام. طيب مين اللي ما بيكدبش خبر اول ما بيلاقي اي هيصه؟ فاكرين اللي هو قلت لكم الشخص الزياد بتاع المره فاتت بتاع الالترناتيف اللي هو اي هيصه يلاقي يخش فيها، يعرفها ما يعرفهاش يخش. يقول لك يا جدع معدي لقى فرح، يقول له يا جدع انت ما تعرفش حد فيه، يقول له عم ولا همك، لو سالوني اهل العروسه هلوم انا تبع اهل العريس، ولو سالوني اهل العريس هلوم تبع اهل العروس بس، وخش ياكل جاتوه حاجه ساعه واتكل على الله. مين ده بقى؟ ده السي 4، ده يلاقي اي هيصه يخش. يبقى اول المدعوين بعد الكومبلكس ده السي 4. طب والسي 4 لما بيجي انا يلزمني في ايه؟ ان انا اقسمه عشان استفاد بالسي 4 بي، صح كده؟ طيب السي 4 بي الواد اللي لازق فيه دايما مين؟ السي 2. يجي برضو اخد السي 2 بي. حلو كده؟ طب الايهات راحت فين؟ مفيش قاد. الايهات انا رميتها في السيركيوليشن، والنهارده هعرفك انا بتعمل ايه الايهات دي في السيركيوليشن. مش عارفه الجو ساعه بس مش عارفه الحراره. طيب ادي يا سيدي وصلنا لنفس المصير بتاع المره اللي فاتت، اكمل ولا هتكمل انت بقى؟ سي 4 بي سي 2 بي، ها بسميهم سي 3 كونفرتيز، يجيبوا لي السي 3 ينقسم سي 3 ايه؟ سي 3 بي سي 3 بي سي 4 بي 2 بي 3 بي، بسميهم سي 5 كونفرتيز تمام. يجي لي السي 5 بي ينادي لي على 6 7 8 9 ويعملوا لي الميك ممبرين اتاك كومبلكس تمام. زي ما قلت لك البدايات مختلفه لكن النهايات واحده تمام. الالترناتيف اللي ساعدني على بدء الباثوي البروبرتين، اللكتين اللي ساعدني على بدء او الاكتيفيشن بتاع الباثوي كان الام اي اس بي تمام كده، اشهرهم طبعا 2، المفروض دي تبقى اس مش 2 اللي هي بروتينز يعني. طيب تمام، هنا كانت البدايه الشرره بتاعتي الاميون كومبلكس اللي هو الانتيجين انتي بادي كومبلكس، حلو، جاب لي السي 1 كيو او السي 1 اللي هو عباره عن ثلاث قطع طول ما هم منفصلين ان اكتف. امتى يحصل لهم اكتيفيشن؟ لما يتجمعوا تمام كده، لما سي 1 كيو تبقى مع سي 1 ار سي 1 اس. حلو كده، كده عملنا الكومبلكس، نادينا السي 4 زي ما قلت لك ده بيجي اول مدعوين، خدت سي 4 بي جاب لي السي 2 سي 2 بي سميتهم سي 3 كونفرتيز، جالي السي 3 بي ها بقى 4 بي 2 بي 3 بي سي 5 كونفرتيز، وبعد كده وصلت للايه؟ للميك تمام. طيب كده خلصنا الثلاثه باس ويز بتوع الكومبلمنت. طب تعالى لي للفانكشن بقى او الفانكشنز، المفروض ان احنا اثناء ما بنحكي كده انتوا عرفتوها. اول واحد اللي هو النهايه المتوقعه للثلاثه باس ويز اللي هو الميك، اللي هو الديركت سايتولايسيس. ديركت ديركت، وانت عايز اكتر من كده؟ بقول لك بيتجمعوا ادي اهو ادي اهو ال 5 بي واهو 6 7 8 تمام كده،
يعملوا كده زي العصايه يثبتوا ويروح جاي ناين بقى. بص بص ناين يروح بص خارم السيل ممبرين يعمل سيتوليسيس على طول، خلص لي الموضوع في مينت. حلو كده. طيب يبقى اول وظيفه اصلا سهله واحنا عادين عدناها في الثلاثه باسويز، ان احنا في النهايه بنوصل للسي 5 بي لحد ناين عشان يعملوا لي الميك. طب تاني فانكشن، بص بقى تاني وتالت فانكشن دول حصري على السي 3 بي، عشان كده كنت بقول لك ان السي 3 بي من اهم الكومبلمنت كومبوننت اللي هو السي 3 بي. حلو كده. حلو. انا مش دايما بحتاج اللي يجي يخربها، بس بحتاج اللي يجي يخلصني من الحوارات، صح كده؟ يعني مش كل مشكله انا احتاج ان انا ابوظ الدنيا فيها، اكسر الدنيا ورقاب تطير ونروح مش عارفه نتسجن، وكان مش كل مشكله ببقى عايزاها توصل لكده، لكن كل مشكله ببقى عايزاها توصل انا خدت حقي، والسي 3 بي هيجيب لي حقي، لكن السي 5 بي هيجيب لي حقي وزياده 100 مره. تمام كده. طيب تاني وظيفه الاوبسونايزيشن. يعني ايه اوبسونايزيشن اصلا؟ احنا نعرف فاجوسيتوزيس عمليه البلعمه، تمام كده. هو ما بحبش اقول عليها بلعمه دي ابدا، تمام، بحسها حاجه غريبه اللي هو عمليه البلع يعني. طيب الفاجوسيتوزيس دي بتحصل مباشره، تمام كده. انا وانت هو بنتخانق، حلو، وكان واحد بعت قال لي من فتره انا مش عارفه حاسس ان انت يا دكتوره في بينك وبين البكتيريا طار، تمام. تاني الواد ده لسه ما اتفرجش على المناعه، اما لما تشوف المناعه بقى اذا كانت البكتيريا كيوت كان في بيني وبينها طار، فما بالك المناعه بقى كلها خناقات وضرب وعصابات ومشاكل وحوارات. انصحك تتابع المناعه لانك هتعرف ان الطار بيني وبين المناعه مش البكتيريا. طيب الاوبسونايزيشن، انا دلوقتي اتخانقت معاك، حلو كده، خلاص مسكتك اديتك بالراس وقعتك خلصت عليك، خلاص ده فاجوسيتوز، خلصت عليك كده فيس تو فيس، وجها لوجه، راجل لراجل، حلو. طيب طب انا مش قادر عليك، معاك سلاح مثلا، معاك حاجه، رشش لي حاجه مثلا، مزحلقاني مثلا، مش عارفه اوصل لك، طب ما ينفعش استعين بحد؟ ليه ما استعينش بحد؟ ليه؟ طب ما استعين بحد. واحد رد يقول لي هي الماكروفيج محتاجه مثلا، كمثال على الفاجوسيتيك سيلز، محتاجه مساعده. اه محتاجه مساعده، كل حاجه في الدنيا محتاجه مساعده. ربنا جعل الجسم كله يشتغل كوحده واحده، ما فيش حد يشتغل بمزاجه. احنا البني ادمين اللي ما بنفهمش بنشتغل كل واحد فينا بمزاجه. الون كده لوحدي كده، انا طاقه في دماغي انا هشتغل، المدير يقول لك يمشي يقول انا هشتغل الشغل ده بطريقتي، تمام. تحسيهم كده سبحان الله متشرس ومحطوط راس حاجات تانية. فهو كده في بني ادمين كده، لكن الخلايا مش كده، مفيش الا احنا بس اللي بنجادل وظلوما وجهولا والكلام ده كله، احنا كبني ادمين. لكن الخلايا مسيره لافعال معينه، تمام، مش متروكه لطريقتها. حلو كده. وربنا معلمها ضبط النفس ومعلمها الحدود، تمام، اللي احنا فقدناها كبني ادمين، معلمها الحدود في التعامل، تمام. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمنا كده، بس احنا بنجهل الموضوع. اما حد يقول لي اعمل حاجه اقول له ليه يعني؟ اشمعنى بتستعين بفلان؟ هو انا قليله؟ طب ما انا اعمل يا سيدي، انت مش قليل، بس كله لما خلق له. كان جه في مره موعد الاذان، تمام كده، وسيدنا بلال اتاخر على الاذان، وسيدنا علي بن ابي طالب قاعد جنب سيدنا محمد، فكان قايم يؤذن. سيدنا محمد قال له انت رايح فين؟ انا رايح اذن. قال له لا، بلال صوته احسن منك. ده طبعا المضمون، انا ما اعرفش النص بالظبط، تمام كده. يعني هو سيدنا علي بن ابي طالب ده حاجه قليله؟ رضي الله عنه، لا طبعا. هل يا ترى سيدنا محمد بيزكي سيدنا بلال على سيدنا؟ لا، بس كله لما خلق له، كل واحد في مكانه يبقى افضل، تمام، ان احنا نتعدى اماكننا. طيب فعندك دلوقتي الماكروفيج، في حاجات ما بتقدرش عليها، تمام كده. في سيرفس لبعض الباثوجينز ما بتقدرش تعرف عليه، وبنعمل عمليه اسمها اوبسونايزيشن، نحط لها اوبسونين، حاجه تساعدها تفتح شهيتها تشجعها على البلع، تمام. زي مين؟ زي السي 3 بي. حلو. هو انت دلوقتي لما جينا هنا ومسكنا، تمام كده، نسيت اقول لك على نقطه في الكلاس الباسوي، لما جه هنا الكومبلكس اللي هو سي 1 كيو ار اس مسك، حلو، مش نادى السي 4؟ طب هو السي 4 هيمسك هنا ولا هيمسك هنا؟ لا، السي 4 لما ينقسم لسي 4 اي وسي 4 بي، يروح السي 4 بي يمسك في الهيدروكسيل جروب اور امينو جروب،
اللي موجود على السلم ممبرين بتاع الباثوجين. الله يعني هيجي لي هنا ويبتدي يستدعي بقى ال2 وال3 وي 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 الكلام ده كله. حلو. طيب جالي هنا مسك لي وصلنا لحد السي 3 بي. تمام. طيب كان في طالب سالني من فتره هو الجسم ازاي بيفهم ان انا عايز اكمل للديركت سايتولايسيس ولا اعمل اوبسونايزيشن. قعدت ابحث فيها ما لقيتش الاجابه الا في مرجع واحد بس. تمام. ايه هو بقى الاجابه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السي 3 بي لما بيبقى على سطح الاورجانيزم كده بيعمل تاج للخليه، يعني بيعلمها ان انا موجود. حلو حلو لحد كده تمام. بيقول لك ايه بقى؟ يروح السي 3 بي ده يطلع حته صغننه كده سمول فراجمنت اسمها اي سي 3 بي. البريفكس اي دي يعني ان اكتيف فور ميكينج ماك. اكتبها لكم ان اكتيف فور ميكينج ماك، يعني انا مش عايز اكمل لحد ما اوصل للماك. امال اصلا انا كماكروفيش تمام كده على سطح في ريسبتور للاي سي 3 بي او السي 3 بي مثلا تمام كده، قوم تيجي الماكروفيش اول ما تشوف السمول فراجمنت دي تروح جايه وبلع الايه؟ وبلع الدنيا كلها اللي موجوده قدامك دي كله على بعضه كده. حلو كده؟ حلو. يبقى هنا هو ساعد الماكروفيج على انها تعمل اوبسونايزيشن. يبقى هنا الاوبسونين مين؟ هو السي 3 دي. تمام كده؟ ساعد الماكروفيج، ساعد الماكروفيج على الايه؟ على عمليه الاوبسونايزيشن. تقريبا الطياره بتطير في المنور. مش عارفه، ما علينا. طيب طياره جايه تطير وقرمط بيشرح. ماشي. فدلوقتي الاوبسونيزيشن، يبقى هنا الاوبسونين هو السي 3 بي، هو اللي ساعد الماكروفيج على انها تقدر تعمل عمليه الايه؟ البلع. حلو كده يا سيدي؟ حلو. طب تمام. طب بقول لك، هو مش ممكن برضو السي 3 اللي هو السي 3 بي يمسك في الاف سي بورشن؟ هو ما يعرفش يمسك؟ لا يمسك. هو انت صح ما قلتليش ايه الانتي بودي اللي ممكن تشتغل في الكلاسيك باسوي؟ الاي جي ام وسب كلاسز من الاي جي جي. كويس ان انا وانا شغاله بفتكر بعض المعلومات. طيب يجي يمسك السي 3 بي. حلو. انا خلاص خلصت الاوبسونايزيشن، انا داخله دلوقتي على الفانكشن الثالثه اللي هي الاميون كومبلكس كليرنس. السي 3 بي شعبي جدا، ليه معارف كتيره جدا. حلو. تعدي الار بي سيز. طب الار بي سيز اللي دخلها في الموضوع يا سيدي بتعدي بتلف في السيركيوليشن، هي جايبتكم تملكوا مالها ما تسيبها. حلو. وهي معديه لو لقت المنظر ده تروح ماسكه في السي 3 بي. ايه ده؟ هو السي 3 بي كمان ليه ريسبتور على سطح الاريثروسايت؟ ايوه. الله الله، ده الموضوع منتشر، ده الموضوع كبر بقى. ايه اللي يحصل؟ تروح الار بي سيز ماسكه في السي 3 بي. حلو كده؟ يروح السي 3 بي يقول لها ايه؟ قال لها بقول لك يا اخت انت رايحه فين؟ انت اللي ليكي في البلع ولا في القتل ولا الجو ده؟ تقول له لا، اوعى تستهون بقدراتي، انا هوريك انا هعمل ايه. وتعمل الغير متوقع. تمام كده؟ شغل اندال، تسلمه تسليم اهالي. تخش فين؟ الريتيكلو اندوثيليال سيستم، يعني مثلا تخش الليفر او السبلين. هو مش فيه شباب فيكسد فاجوسيتك سيلز جوه؟ مش احنا لما جينا اتكلمنا عن الماكروفيج قلنا ان هي احنا بنسميها باسم المكان اللي هي قاعده فيه. تمام كده؟ تروح الار بي سيز ماشيه واخده ده كله معاها. تمام كده؟ وتخش الليفر كانها دخلت حفره ما تطلعش تاني. تمام؟ تخش تسلم الكومبلكس اللي قدامك ده كله تسليم اهالي للفيكسد فاجوسيتك سيلز، تخلصني من الليله كلها. طب لو ما حصلش، هو ايه اللي ما حصلش؟ ما حصلش. الار بي سيز ما مسكتش الكومبلكس ده وما دخلتش بيه الليفر ولا السبلين الكلام بتاعي ده، يحصل ايه بقى؟ يبقى اسمه سيلبل اميون كومبلكس، ويعمل ديبوزيشن، يروح يترصف في اماكن عده على حسب ما تطلب معاه بقى. ونخش في النوع الثالث من الهايبر سنسيتيفيتي. وان شاء الله الهايبر سنسيتيفيتي مش عارفه انا اشرحه سنه كام على وضعي ده، بس هنوصل له ان شاء الله باذن الله. وهنعرف ان
السبب بتاع النوع الثالث بتاع الهايبر سنسيتيفيتي اللي هو السيلبر اميون كومبلكس، تمام؟ يروح يعمل ديبوزيشن بقى في السكين مش عارفه فين 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 ويعمل لي ايه مشاكل، تمام؟ طيب احنا كده قلنا لما يحصل حاجه ولو ما حصلتش. طب اخر فانكشن معانا، عشان انا كده خلاص يعني البطاريه عندي عماله تحمر مش قادره خلاص. طيب نتكلم على اخر فانكشن اللي هي انفلاماتوري ريسبونس. فاكر الاهات ياض منك ليه؟ اه اللي هو السي 3 اي، سي 2 اي، السي سي 5 اي، تمام كده، السي 4 اي. سيبك من ده كله، امال انا عايز السي 5 اي والسي 3 اي ليه جايين بواسطه يعني ولا لا؟ اصل هم فيري بوتنت يعني اقويه. بص اقول لك على حاجه، هذا الشبل من ذاك الاسد. انا اصلا حواري كله من الاول على السي 3 بي والسي 5 بي، يعني اصلا السي 3 والسي 5 اقويه سواء كانوا بي او اي، تمام؟ البي البيهات باخدها كامل بها الباسويز بتاعتي، ودول بيروحوا في السيركيوليشن. طب بيعملوا لي ايه؟ هل لهم فايده؟ اكيد، والا ما كانش ربنا خلقها تو فراجمنتس، كان خلقها فراجمنت واحده وخلاص، صح؟ لو الثانيه ملهاش لازمه. دي مهمه جدا، ده دي اللي بتعمل لي الانفلاميشن رياكشن. امال ده دي اللي بتروح تستدعي لي الناس عشان يلحقوني بدل ما انا عماله اتضرب هنا لوحدي، صح كده؟ طب ايه اللي يحصل؟ بص بقى، السي 5 اي سي 3 اي بنسميهم انافلاتوكسين، تمام؟ وفي حاجه هناخدها برضو في الهايبر سنسيتيفيتي اسمها انافلاكتيك شوك، تمام؟ دي هناخدها ونوضحها واقول لكم سر تسميه انافلاتوكسين دي اصلا او انافلاكتيك شوك اصلا جت منين، سر تسميه الكلمه دي. طيب هشوقكم، مش هقولها لكم دلوقتي. دول بسميهم انافلاتوكسين، حلو كده؟ حلو، يترموا في السيركيوليشن. طب تمام، طب هما بيعملوا ايه في السيركيوليشن؟ بص بقى، يعملوا لك كابلت مع حاجه اسمها جي بروتين. انا مش عايزه بس ايه يعني اخش في الموضوع قوي عشان الناس ما تتوهش مني، بس يعني اللي هو ايه ما قل ودل، نقول برضو معلومتين عشان ابقى فاهمين هو بيحصل ازاي، يعني ازاي هما بيبقوا مديت للانفلاميشن رياكشن. بص بقى، تيجي السي 5 اي والسي 3 اي يعملوا كابلد مع الجي بروتين، حلو كده؟ لما دول يمسكوا في الجي بروتين يعملوا اكتيفيتنج للريسبتورز بتاعهم على سطح الليكوسايت اللي هو زي الجرانيلوسايت، الماستسيل، البيزوفيل، الماكروفيج، وبعض من الدندريتك سيل. حلو، يبقى لما السي 5 اي تمام كده يمسك في الجي بروتين ياكتيفلي الجي 5 اي ار ريسبتور على سطح الخلايا اللي انا قلت عليها دي. طب هو ايه اللي هيحصل برضه؟ مش فاهم. يعني لما ده يمسك في الريسبتور بتاعه، الله، اكيد هيغير حاجه من الخلايا اللي مسك عليها دي. يقوم يخلي الخلايا اللي انا قلت لك عليها دي تعمل ايه؟ تطلع سيلبل ميدييتورز. ميدييتورز يعني وسائط، يعني حاجه بتساعد ان يتم امر اخر من خلالها. تمام كده؟ يعني انا مثلا عايز حاجه، مثلا عايزه ملح. بعت البنت بنتي لجرين قلت لها ماما بتقول لك هاتي ملح، بنتي دي هي الميدييتورز، تمام؟ هي اللي ساعدتني على ان انا احصل على الملح من جيراني مثلا، تمام؟ طيب فادي اهو، بعد بقى ما مسكوا سي 5 اي مسكت في ريسبتور، وزيها سي 3 اي مسكت في الريسبتور بتاع على سطح الخلايا اللي انا قلت عليها دي، تمام؟ حصل ايه؟ حست الخلايا ان هي تطلع سولوبل ميدييتورز زي السيتوكينز، زي انترلوكين 6، انا بقول على سبيل المثال، والتيومر نيكروزيس فاكتور ايه الفا، تمام كده، يطلعوا. دول بنسميهم برو انفلاماتوري، يعني ما قبل الانفلاميشن رياكشن، تمام؟ يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي انكريز الفاسكولار بيرميبيليتي، تمام؟ يوسعوا لي فازوديليتيشن، يوسعوا لي الدنيا. ليه؟ عشان الفاجوسيتك سيلز تهاجر للسايد بتاع الانفكشن، الله، او السايد بتاع الانفلاميشن. اهو كده بقى فهمنا، يعني هم وظيفتهم ان هم بيعملوا ريكروت، ان هم بيحشدوا لي الفاجوسيتك سيلز عشان توصل للسايت بتاع الانفلاميشن. ايوه، طب لما هتوصل هتعمل ايه؟ هتعمل بروموت الفاجوسيتوز، هتحسن لي، هتعزز لي الفاجوسيتوز بس، والانترا سيلولار كيلينج كمان، القتل جوه الخلايا تحسنه لي. حلو، كل اللي انا قلت لك عليه ده يعتبر الفيرست راوند من الانفلاميشن، تمام؟ بعد ما يحصل ده كله، تمام؟ يساعد لي دول كمان على ايه؟ على دي جرانيوليشن، ها، لمين؟ للماست سيل والبيزوفيل، ونخش بقى على الانفلاميشن رياكشن الحقيقي
بحيث ان هم يطلعوا لي السكند راوند راوند ميدييتورز بتوع الانفلاميشن اللي هو زي الهستامين والبروستاجلاندين، ونخش بقى على الانفلاميشن رياكشن على صح او على بو. طبعا ده الانفلاميشن خدته في الباثولوجي لما زهقتوا من التشابتر ادي كده. حلو، طيب كده الحمد لله خلصنا، وانا خلصت تقريبا. تمام، اتمنى تكون المحاضره سهله بالنسبه لكم. وكده خلصنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.